كابتن ياسر، كنت بتتكلم عن نقطة مهمة، هي نقطة الإعارات، والنادي الأهلي استفاد منها بشكل كبير، اللعيبة كمان استفادت بشكل كبير. ممكن لعيب ما بياخدش فرصته دلوقتي مع الفريق الأول، لكن بيحقق استفادة فنية في إعارة في الدوري الممتاز مع فريق محترم، يقدر يشتغل ويقدر يظهر بشكل كويس. أحمد من ضمن الإعارات اللي طلعت نادي الجونة، ما شاء الله دلوقتي سنتين أو ثلاثة مع نادي الجونة، سنتين مع نادي الجونة، سنة ونص بالظبط، أدى فيهم أداء رائع، سجل أهداف وظهر في مباريات كبيرة. اخباره ايه بقى بص يا كابتن، واحتماليه عودته مره اخرى؟ والله حته احتماليه عودته ده، يعني انا بسمع زي كده او يقال من خلال اللي بشوفه او بسمعه من خلال السوشيال ميديا يعني. يعني هو لغايه دلوقتي لسه ما حدش قرر ليه بالعوده، يرجع او ما يرجعش، دي طبعا دي ترجع للنادي الاهلي. وصلني اللي في بعض موجود في لجنه التخطيط طالبين ان هو يرجع، وفي يقول لك لا ممكن ياخد فرصه ثانيه بره تاني، عنده عروض تانية من بره. لا هو بفضل الله هو جاي له عروض كتير من ده كتير يعني، وكلموني شخصيا، واكيد كلموا الكابتن نادر شوقي برضو كوكيل ليا، انت عارف انا ما بحبش اتدخل في الحاجات اللي هي الخصوصات اللي هو دي يعني. جاي له كتير قوي قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، بس في الاول في الاخر القرار بتاع النادي الاهلي. لكن انا يعني لو رجع تاني النادي الاهلي ومش هيلعب، ما اعتقدش يعني بتبقى صعبه يعني يلعب احسن بره. لكن لو هو مش، لو هو فرصته بره اللي هيلعب ماتشات، عشان تعرف في اولمبيات وكابتن شاو غريب اعتقد من كل تصريحاته طالب ان اللعيبه لازم تكون بتشارك مع فرقهم بصفه اساسيه. فانت عارف في النادي الاهلي برضو كل اللي هيلعب في النادي الاهلي حته اللي هو يشارك بصفه اساسيه، انت عارف بتبقى فيهم منافسه في الفرق، كل الفرق فيها منافسه. بس انت عارف برضو المنافسه في النادي الاهلي ممكن التيم يفضل فتره طويله ثابت، فممكن اللاعب اللي بيلعب او اللي بيبقى البديل بقى صعب يشارك بصفه اساسيه. لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله لو هو زمان. يعني الحمد لله مع موسيماني كمان يعني في اعارات هترجع، واحمد كمان خامه مميزه ولاعيب وهداف مميز، وشفنا كمان في بطوله 23 هنا في مصر الحمد لله هدف حاسم يعني طبعا حسمنا بيه البطوله يعني او قربنا بيه مسافه كبيره، فهو ان شاء الله فرصه تكون كبيره. لو ما لسه ما فيش امل انه يرجع دلوقتي، لكن ممكن ان شاء الله يعني يشتغل في مكان تاني وتبقى فرصه موجوده تاني. اكيد ان شاء الله باذن الله.